دكتور عماد، شنو الزيوت اللي كتزيد في الوزن كيف كيطرحوا الاسئله مستمعتنا وكيزيدوا في هذه الاماكن الموضعيه؟ فاكيد حنا خصنا زيوت اللي كتكون فيهم ماده الفيتوإلاستين، اضافه لزيت بذور العنب اللي هضرت عليها بزاف. فاليوم غنقترح للاخوات ديالي وصفه طبيعيه سهله اللي غيصايبوها في البيت ديالهم. فالوصفه ديالنا غادي ناخذوا فيها معلقه صغيره ديال زريعه النافع، غناخذوا زيت رشيم القمح، زيت ارجل الجميل، وزيت نوار الشمس. إذن دابا غنعطي لكم بالمقادير. زريعة النافع كتاخذوا منها معلقة صغيرة، زيت رشيم القمح كتاخذوا منها جوج معالق كبار، زيت أرجل التجميل كتاخذوا ثلاثة ديال المعالق كبار، وزيت نوار الشمس غتاخذوا منها نص كاس ديال العنبة، يعني نص كاس صغير. تخلطوا هاد المكونات كاملين، كتحطوهم في حمام مريم مدة ديال ثلث ساعة، من بعد كتخليهم ليلة باش كتلقوا هاد المكونات في بعضياتهم. كتصفيوا هذيك الزيت فواحد القرعه اللي ما كتكونش كتدخل اشعه الشمس ومسدوده مزيان، وتخليها فواحد البلاصه ما كتدخلهاش اشعه الشمس. ومن بعد كل ليله كتاخذوا شويه من هذا المحلول هذا وكتدهنوا به مساج في المناطق اللي بغيتوا تزيدوا فيها، مساج ديال 5 دقائق، وتباتوا به يوميا. وهذا الزيت كذلك الا كنتوا كديروا الرياضه ولا كديروا السكوات كما قالت الاخت ديالنا، تستعملوا هذا الزيت وتديروا به الرياضه، فغيعطيكم ان شاء الله نتيجه. وتستعملوه دائما بدون انقطاع حتى تاخذوا ذاك الحجم اللي بغيتوا. شنو هي المنتوجات اللي كتباع اليوم كتبيعوها النساء؟ فكاين القويلبات اللي هضرنا عليهم للبوسات، كاين المساجات اللي كيتدهنوا، والمساجات اللي خطيرين كذلك، وكيستعملوا فيهم مواد ماشي كيميائيه، وخاصه دابا كاين وصفات اللي خرجات اللي كيستعملوا فيها الفازلين. الفازلين اللي هي واحد الماده معالجه كنديروها في واحد المنطقه معينه وواحد المده قليله، لان الاستعمال المتواصل ديال الفازلين والتكثير من هذا الفازلين هذه كيعطينا مضاعفات على الصحه ديالنا عبر المسام. كيستعملوا كذلك بعض لي كومبريمي، يعني الكينات اللي كياخذوهم من المعشابات، كياخذوهم مع بطريقه عشوائيه. كيستعملوا دي سوبوزيتوار لمده الصلاحيه منتهيه ديالهم حتى هما، يعني هادو هما المواد اللي يمكن يخدموهم باش يزيدوا في. كاينين دي فيديو اللي شفناهم ديال المراه كبيره، مثلا هذه من بين الفيديوهات اللي شفتوا اللي صدمتني شخصيا. مراه كبيره وحدها فتاه اللي نعسة وهي يعني تقريبا عريانه، وكدير لها بحال القرعه ديال القله. شنو هي هذه التقنيه؟ هي تقنيه القله. تقنيه القله هي عباره على الحال، هي نوع من الحجامه اللي كتكون وعاء زجاجي، قرعه ديال الزاج، قرعه ديال الزاج، ولا كيديروا القله يعني ديال الطين. هي باش كيحاولوا يجبدوا هذيك المنطقه. شنو كيديروا؟ كيسخنوها، كيسخنوها وكيديروا الفراغ. اذا ملي كيكون الفراغ كيكون الامتصاص ديال الجلد، وكتحط مباشره على الجلده. واش هذه الوصفه خطيره؟ اكيد خطيره، اكيد خطيره اختي سناء، لان كيكون تمزيق ديال هذاك الانسجه اللينه، ومن بعد الانسان غادي يولي عنده مضاعفات. شنو هما بعد الارتخاء ديال ديك المنطقه؟ يعني هي ديك الساعه راه ربما كتعطي مفعول، كتعطي شهر كتبقى عاطيه المفعول ديالها، ولكن شنو من بعد عاد كيبانوا المضاعفات. اكيد، لانه عباره على التهاب، راه ماشي انه المفاتين غتبان، ولكن التهاب ديال ديك المنطقه هو اللي كيعطي ذاك الانتفاخ. نعم، يعني بحال الانسان كان كيدير واحد العمليه جراحيه وكيجي واحد الالتهاب من موراه، ولكن من بعد كتولي مضاعفات خطيره جدا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.